عايز اعلق على تصريحات مستر مارتين لاسارتي المدير الفني السابق للنادي الاهلي. النهارده بالتحديد كان ليه تصريحات في احدى الصحف الاوروغوايانيه اسمها بابلي مترو، زي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشه. التصريحات كانت مهمه. هو عنوان الخبر بيقول ايه؟ بيقول ان انا لا اعرف السبب الحقيقي وراء اقالتي من الاهلي. تمام. اتكلم خلال تصريحاته كمان على ايه؟ ان الفريق فاز ببطوله الدوري وفي مباراه القمه امام الزمالك، واننا كمان حققنا الفوز في اولى مباريات دوري ابطال افريقيا تحت قياده مستر لاسارتي يعني بنتيجه 4-0. وكمان اتكلم على اننا خسرنا مباراه دور 16 في امام بيراميدز بهدف دون رد، وكنا بنلعب كمان 10 لعيبه. بيقول بعض المبررات يعني، بيقول ان الامر صعب شويه، ان الكل في مصر او الاهلاويه بالتحديد دايما بيبقوا عايزين الاهلي يكسب كل الماتشات على غرار بوكا جونيورز وريفر بليت الارجنتيين، وهذا الامر صعب حدوثه للغايه ان يفوز فريق بشكل دائم. هو عنده تقريبا سوء فهم لبعض الامور في الحقيقه بخصوص النادي الاهلي، هنوضحها له يعني. لا اعرف ماذا اذا كانت مواقع التواصل الاجتماعي تؤثر. احضرنا رئيس النادي واخبرنا بقرار الاقاله وكان علينا ان نقبل ذلك دون. المهم في الاخر بيقول، بيختم حديثه بيأكد انه لم توجد اي مشاكل بينه وبين اداره النادي الاهلي خلال فتره توليه المسؤوليه الفنيه. ودي جزئيه مهمه في الحقيقه، لان البعض في اوقات سابقه قال لك ان في مشاكل وبعض الاجتماعات خرج لاسارتي غاضبا وكلام من ده، يبقى هو الراجل نفسه حتى بعد ما مشي بيعترف ان ما كانش في اي مشاكل مع النادي الاهلي. لكن بالتحديد في حته النادي الاهلي دايما عايز يكسب كل الماتشات والجماهير تبقى عايزه الكلام من ده، هو ده طبيعي، هو سمه الفرق الكبيره كده يا مستر لاسارتي. كل الاحترام والتقدير للراجل في الحقيقه يعني، الراجل النادي الاهلي دايما بيستغنى عن خدمات المدربين او اللاعبين بشكل مميز واحترافي واحترامي جدا جدا جدا. لكن حته بوكا جونيورز وريفال بليت وكلام من ده، ان الاهلي دايما عايز يكسب زيهم، هو ده طبيعي. بس على الاقل تقدير مستر لاسارتي، البعض من جمهور النادي الاهلي في الحقيقه كده كان مستني ان يكون في اداء كويس على الاقل يعني. يوم ما تخسر، لان هو انت وارد تخسر يعني، انت مش هتقدر تكسب كل يوم، تكسب كل الماتشات وارد تخسر، هي الكوره كده، الرياضه كده. لكن في نفس الوقت اديني مؤشرات ان انا كويس، مؤشرات ان فرقتي بتادي بشكل كويس. انا عن نفسي بصراحه كنت متخيل ان بعد معسكر اسبانيا وبعد ما الماتشات القليله اللي اتلعبت المقاولين والزمالك والثقه الكبيره اللي رجعت، ان هيكون في تغيير في شكل لعب النادي الاهلي او في الطريقه او في الاداء، كل هذه الامور يعني. لكن الواضح ان ما كانش في اي تغيير، والاهم ان النادي استنى لحد الوقت المناسب اللي ممكن يناقش فيه تغيير المدير الفني، وده حصل بعد خروج من كاس مصر وانتهاء موسم كامل خلاص. فكان ده الوقت المناسب اللي فكر فيه النادي الاهلي التخلي عن مستر لاسارتي. لكن يبقى او تبقى الجزئيه المهمه، ان مستر لاسارتي تقريبا ما كانش عارف قيمه النادي الاهلي، لان هو واضح لحد هذه اللحظه فرحان ببطوله الدوري اللي متعود عليها جماهير النادي الاهلي. البطوله السنه دي كانت صعبه للغايه، الظروف كانت مختلفه، ويشكر طبعا ان هو ساهم في هذه البطوله بكل تاكيد يعني. لكن مش ده دايما بيبقى الهدف الاساسي، هو هدف من ضمن الاهداف، لكن الهدف الاساسي دايما انت ما حققتوش واخفقنا فيه بطريقه صعبه جدا في بطوله دوري ابطال افريقيا. لكن في العموم الاهم بالنسبه لي ان هو بيشكر النادي الاهلي في النهايه، وان هو قال ان ما كانش في اي مشاكل ما بينه ما بين النادي الاهلي، ودي جزئيه مهمه في الحقيقه، وبتدل على مدى الاحترام المتبادل ما بين اي طرفين بيكون فيهم طرف النادي الاهلي بشكل عام في كل حاجه. فدي جزئيه مهمه.